ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. أهلا بك خالد. بداية ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في ريف حلب وأيضا في البحوث العلمية. أهلا وسهلا بك ميرا وجميع السادة المشاهدين. نعم، كما أفاد زميلي إبراهيم دارت، بعض الاشتباكات متقطعة بين الثوار وبين قوات النظام في محاولتهم التقدم لبحوث علمية. طبعا هذه قبل أيام منيت هذه الميليشيات بصد عنيف من قبل الثوار وصمود كبير للثوار في هذا المحور، محور البحوث العلمية. وكذلك أيضا قبل أيام آخر تطورات عسكرية في ريف حلب الجنوبي، أيضا قوات النظام حاولت التقدم إلى منطقة الحرش، حرش خاص خانطومان، وأيضا لم تستطع التقدم أبدا من هذه الجبهة، قتل لهم أكثر من 20 عنصر. نعم، طيب خالد، نريد تفاصيل أكثر الآن حول اندماج ثوار سوريا في الجبهة الشامية، كيف تم الاتفاق على هذا الدمج؟ ولو تعرفنا أكثر حول من هم ثوار سوريا وكم يبلغ تعدادهم، ثوار الشام عفوا. نعم، هذه الحركة يعني كانت من المفترض أن تكون منذ فترة، تقوم طبعا ثوار الشام يقومون بدراسة هذه العملية، عملية الاندماج. طبعا هذه العملية أتت بعد عدة مناشدات من الناشطين المدنيين ووجوب المرحلة الصعبة التي تمر بها الثورة السورية وخصوصا مدينة حلب وتعدد الجبهات. كان يلزاما على الثوار في ثوار الشام الانضمام أو التوحد مع فصائل عسكرية يعني أقرب إليها يعني في عملها، وكانت من نصيب الجبهة الشامية أن تتوحد ثوار الشام مع الجبهة الشامية. طبعا وهناك يعني مناشدات لتوحد جميع الفصائل في هذه الجبهة محاولة من الثوار يعني التوحد وصد الهجوم العنيف الذي تقوم أو تحاول به قوات النظام وميليشيات الأسد إلى مدينة حلب. طبعا حتى هذه اللحظات ثوار الشام هم من توحدوا مع الجبهة الشامية، ولربما سنشهد خلال الأيام المقبلة عمليات توحد. لنستطلع من هم ثوار الشام. ثوار الشام هم فصيل من أهم الفصائل العسكرية في حلب، ويعد من أهم الفصائل التي رابطت في ريف حلب الجنوبي وصدت من هجمات أو أضعفت من هجمات ميليشيات الأسد على ريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي. وطبعا هم مكون أساسي كان سابقا من جيش المجاهدين، والآن هم في صفوف الجبهة الشامية. نعم، أشكرك جزيل الشكر خالد أبو المجد مراسلنا من ريف حلب.